ابتكار لبناني، حول سيارتك لسيارة ذكية. تفاصيل بالتقرير. صحيح أنه نحن عم نعيش بعالم التكنولوجيا والاتصالات، إلا أنه سياراتنا بعدها متخلفة إلى حد كبير. فينلي هو جهاز صغير اخترعه شاب لبناني عايش بأمريكا، بيوصل سيارتك بالموبايل ليحولها لسيارة ذكية. ممكن تقلك إذا أولادك أو تينيجرز اللي عم يسوق السيارة فاتوا بحادث أو they're driving like crazy على الهايواي، تقدر تعمل diagnostics لسيارتك، بتشوف شو بالضبط إذا فيها أي عطل، وبتقلك بالضبط شو في بالسيارة بدون ما تخديها عن ميكانسين. عندك إنترنت بيصير عندك بالسيارة، إذا بتفوتي بحادث بتتصل بالبوليس وبتبعت الأمبولانس directly لعندك. اسمها heads up display. هيدي ديفايس بتحطيها بوجهك قدام حد الوينشيلد، الازاز القدامي تبع السياره، بس تحطيها بتعمل بروجكشن على الازاز وبصير عندك ابلكيشنز انت عندك دغري عم بتشوفيها قدامك بوجهك على الازاز بدون without looking، بدون ما تطلعي على التليفون. فاجاكي تكست مسج بتقدر تشوفيها دغري بوجهك، اذا بدك تعملي نافيجيشن بتقدر تشوفيها بوجهك، بصير عندك اي اليرتس كلياته بصيروا كمان على الوينشيلد تو ميك درايفنج سيفر. هو اول اختراع بيناسب كل انواع السيارات، بوقت شركات السيارات بتتبع انظمه خاصه مغلقه. الشركات السيارات انه بتقرر على التكنولوجيا 5 سنين ان ادفانس، فالسياره دائما بس تطلع من الاسمبلي لاين دائما التكنولوجيا بقلبها كثير اوت ديتد. اذا سيارتك مصنعه بعد 1996 بيشتغل عليها. سعرها بتبلش فينلي ب $50. فينلي موجوده حاليا بالاسواق الامريكيه، ومارك عم بيحاول يوصلها على الاسواق اللبنانيه باوائل السنه القادمه. أطلقت مجموعة بادر الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بلبنان، يلي بيجتمع فيه أكثر من 400 شخص من رواد أعمال ومستثمرين لتبادل الأفكار.